بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في بداية هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهرا مباركا، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كعادتنا في هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل في شهر رمضان، نتناول بعد صلاة العصر سلسلة مطولة نتعرض فيها لموضوع يهم كل مسلم ومسلمة. فهذه بفضل الله عز وجل السنة الرابعة والخامسة بعد أن تطرقنا لقصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحلة إلى الدار الآخرة، وكان في العام الماضي قصص القرآن الكريم، وفي العام الذي قبله قصص أو سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فنسأل الله القبول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة لوجهه الكريم ابتغاء لمرضاته والفوز بجناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا في هذه السنة موضوع مهم، والحاجة إليه ماسة، نظرا لأننا نعيش أزمة في واقع أمتنا. هذه الأزمة هي أزمة القدوات. نجد وللأسف الشديد بعضاً، ولا أحب أن أقول كثيراً، بعضاً من شبابنا وفتياتنا، أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، قد ضيعوا القدوات وأخذوا يتبعون قدوات الشرق والغرب من أناس لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. المهم إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى ضعف أمتنا وتراجعها ضياع القدوات. واسمحوا لي أن أقول أيها الإخوة أننا قد شاركنا في هذا، في هذه المأساة، جميعنا قد شاركنا فيها. قلت هذه المشاركة أم كثرت؟ كانت مشاركة مباشرة أو غير مباشرة. عندما حجبت القدوات الصالحة عن هذا الجيل، اضطر أبناؤنا وبناتنا إلى أن يتبعوا هذه القدوات الساقطة في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك هذه حقيقة محاولة من العبد الضعيف في إبراز هذه القدوات. أقول دائما في مثل هذه الدروس، ما جئت لأقص عليكم، فأنتم أكرم في عيني وأجل من أن يقص عليكم، فقط للتفكه ولقضاء الأوقات ولتشنيف الأسماع بغرائب القصص. القصص محبب إلى النفوس ولا شك، ولذلك هناك قصص القرآن والسنة وهي القصص الحق. ولكن هذه القصص الذي يظن أنها فقط تقف عند التسلية والتفكه فهو واهم ومخطئ. إنما جئنا والتقينا في روضة من رياض الجنة طلبا للأجر والمثوبة أولا، وأن نسلك في من يقال لهم قوموا قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات، هذا أولا. وثانيا لنتخذ نبراسا ونورا
من سيرة أولئك العظماء الأخيار الأبرار الذين سطروا بصفحات من نور في تاريخ هذه الأمة. أمتنا عظيمة أيها الإخوة، أمتنا زاخرة بالعباد والعلماء والزهاد والمبدعين والمفكرين والقادة والفاتحين والأبطال، أمتنا زاخرة، ولا تزال هذه الأمة حبلى بإذن الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن عنوان هذه السلسلة هي سير لإعلام الهدى ومصابيح الدجى. بعد أن تكلمنا عن سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم في رمضان قبل الماضي، يحسن بنا أن نقف مع سير من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى إلى زماننا هذا. لن نستطيع طبعا أن نقف مع كل سيرة، نحتاج إلى سنوات وسنوات، ولكن سنمر يعني مرورا سريعا، أقتطف من كل زمان ومن كل عصر عالما أو عالمين أو ثلاثة حتى نقف مع سيرتهم ونقطف الزهور من بساتينهم، على الله تبارك وتعالى أن ينفعنا. نبدأ هذا اللقاء بذكر سيرة إمام كبير وهو سيد التابعين، إمام في العلم والورع والصبر والعبادة والدعوة والزهد والبذل والإنفاق، إمام قال عنه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، قال: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسره. منقبة عظيمة، هذا التابعي الجليل وهو سيد التابعين بلا منازع، إمام ما رأى قفا مصل قط، إمام ما سمع الأذان من المسجد خارج المسجد لثلاثين سنة، إمام لم تفته تكبيرة الإحرام لخمسين سنة، إمام حج بيت الله الحرام أربعين سنة، إمام كبير وعلم شامخ من أعلام هذه الأمة، إنه سعيد بن المسيب، الإمام القرشي المخزومي المدني، الإمام الحافظ الثبت الثقة رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام الكبير له فضائل كثيرة. نسبه، نقف عند نسبه أولا، هو سعيد بن المسيب أو المسيب، وكان يحزن إذا قيل إنه ابن المسيب فيقول: سيب الله من سيبني. فاللفظة التي اختارها أهل العلم ومنهم إمام أهل التراجم الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم الماتع السير، سير أعلام النبلاء، ضبطه بالكسر فقال: سعيد بن المسيب. فهو سعيد بن المسيب ابن حزن، وجده صحابي قد خرج له الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث العظيم المشهور الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب وهو يجود بنفسه، فوجد عنده فرعون هذه الأمة أبا جهل وابن المغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو طالب كلما أراد أن يقولها تكلم فرعون هذه الأمة وصاحبه قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيعيدان كلمتها، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا الصحابي الجليل هو جد سعيد
رحمة الله رحمة واسعة. هو الحزن جده ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم، فهو من بني مخزوم، هذه القبيلة العريقة أو البطن العريق من بطون قريش الذي ينتسب إليه عظماء كأمثال سيف الله المسلول خالد ابن الوليد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. القرشي المدني سيد التابعين وإمام الفقهاء. سعيد المسيب رحمه الله ولد لأربع سنين خلت أي مضت من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني بعد أن تولى عمر الخلافة، وقد تولاها عمر في سنة 13 من النبوة أو من الهجرة بعد وفاة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أوعز بالخلافة إلى عمر الفاروق. فبعد خلافة عمر بسنتين أو بأربع سنوات اختلف أهل التاريخ والسير، وإن كان المشهور أنه بعد سنتين من خلافة عمر، ولد سعيد ابن المسيب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على تقدير أنه ولد في السنة الخامسة أو في سنة 15 من الهجرة. ثم نشأ نشأة مباركة في بيت علم وإيمان ودين وصلاح، رأى سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهو روى عن عثمان وعن علي، وقيل إنه روى عن عمر نفسه رضي الله تعالى عن عمر، حتى قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، هذا الإمام الكبير، قيل له سعيد عن عمر بن الخطاب، أي هذا الإسناد يقبل؟ فقال إذا لم يقبل سعيد عن عمر بن الخطاب فأي إسناد يقبل؟ فكأنه رحمه الله قد أثبت رؤيته لعمر بن الخطاب، وهو قد رآه ولا شك، لأنه ولد في خلافته، وكأنه يثبت روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هو روى عن عثمان وعن علي وعن عبد وعن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن عمر، وكان أخص التابعين في روايته عن راوية الإسلام ومحدث الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، أخص الناس في أبي هريرة وأعلم الناس في أبي هريرة وأقرب الناس لأبي هريرة رواية وأخذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب. وكان من ثمار هذه المجالسة والمداومة لأبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد زوجه ابنته، فهو قد تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثناء العلماء عليه ثناء عظيم، كما قلت لكم هو فقيه الفقهاء كما يلقبه بعض تلامذته. قال الإمام مالك رحمه الله فيما يرويه عن سعيد بن المسيب أنه قال، وهو يبين مدى شغفه وحبه لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم واجتهاده في طلبه، قال كنت أسير الأيام والليالي في طلب حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبادته رحمه الله، كان عابدا زاهدا، كان شغوفا بقيام الليل والصلاة، لم يكن يعرف الأسواق أو الصفقة في الأسواق أو مجالسة العظماء والأمراء على كثرة ما يدعى إلى مجالسهم، ولذلك كان
طريقه واحدا من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. ولذلك كما سمعتم في بداية هذا اللقاء أنه ما سمع أذان المؤذن وهو ينادي للصلاة خارج المسجد، يعني وسعيد خارج المسجد 30 سنة، ولم تفته تكبيرة الإحرام 50 سنة، ولم يرى قف مصل قط، أي دائما كان يصلي في الصف الأول رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذه فائدة عظيمة ودرس عظيم أيها الأحباب الكرام، أن هذه الصلاة التي هي عمود هذا الدين وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بأوامر ربه في ذلك اليوم العظيم، ينبغي للمسلم أن يكون أشد شيء يحافظ عليه في هذه الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق كهذه القناديل المعلقة في المساجد، أيستطيع الإنسان أن يعيش دون قلب؟ مستحيل. لذلك تجد سبحان الله في واقعنا من الصالحين والأخيار من أمثالكم، ولا أزكيكم على الله، ممن تعلق قلبه في المسجد إذا صلى صلاة ثم خرج وجلس في بيته دائم النظر في ساعته، ودائم النظر في أوقات الصلاة، ودائما يصغي سمعه وأذنه إلى المآذن، يتحرق شوقا ولهفة متى يسمع نداء الله تبارك وتعالى ليلبي هذا النداء وليأتي مرة أخرى ليصف مع الركع السجود. هكذا كان هذا الإمام الكبير رحمه الله رحمة واسعة. من فضائله، وفضائله كثيرة، كما قال عنه يحيى بن حبان قال: كان رأس المدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد بن المسيب، وكان يقال عنه فقيه الفقهاء، وهو له فقه معتبر، ولكن لم يقدر الله تبارك وتعالى أن يقيد له تلامذة كما قيد للأئمة 4 فيدون فقهه وينشروه بين الأمصار، ولكن من له عناية بالفقه وكلام أهل العلم فإنه يجد كلاما معتبرا لهذا الإمام الكبير في الحلال والحرام. ولذلك قال قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو أحد الرواة المعروفين، قال: ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. وهذه شهادة عظيمة لهذا الإمام الكبير، من هذا الإمام الكبير. مما عرف به سعيد بن المسيب علاوة على عبادته وطاعته وزهده وجهاده وإنكاره للمنكر، كان من الذين يتكلمون كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. وموقفه مع خلفاء بني أمية معروف مشهور، بل امتحن رحمه الله عدة مرات، بل جلد أسواطا عديدة في ظهره، وحبس ومنع وطيف به بالأسواق، كل ذلك بسبب مواقفه وبسبب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وكان لا يخشى في الله لومة لائم. أقول بالإضافة إلى هذه المناقب كلها، كان أيضا ممن الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بمعرفة التعبير، تعبير الرؤى والأحلام، وكان رحمه الله قد أخذ هذا العلم العظيم، أعني علم تعبير الرؤى والأحلام، أخذه عن الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي أخذت هذا العلم، علم تعبير الأحلام والرؤى كما تعلمون، من أبيها الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وله يعني كلمات مشهورة في مثل هذه الرؤيا، يعني ننتقي مثلا منها عن إسماعيل بن أبي الحكم قال: قال رجل رأيت، يعني يقول لسعيد بن المسيب ليعبر له هذه الرؤيا،
قال: رأيت كأن عبد الملك ابن مروان، وهو الخليفة في زمانه، يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا رأى كأن هذا الخليفة يبول، أكرمكم الله، يبول في القبلة، يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. فقال سعيد في تعبير هذه الرؤيا، قال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه 4 خلفاء. وهذا الذي وقع، هذا الذي وقع، أنه خرج من صلب عبد الملك بن مروان 4 خلفاء قد كانوا على هذه الدولة العظيمة في دولة بني أمية. أيضا قيل له في رؤيا أخرى، جاءه رجل وقال: يا أبا محمد، وهو كنيته سعيد بن مسيب، كنيته أبو محمد، وولده محمد من الذين تتلمذوا على يديه وروى الأحاديث عنه رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الإسلام. فقيل له: يا أبا محمد، رأيت كأني في الظل فقمت إلى الشمس. فقال: إن صدقت رؤياك لتخرجن من الإسلام، ترتد. فقال: يا أبا محمد، إني أراني أخرجت حتى أدخلت في الشمس. يعني الآن يستدرك هذا الذي قص هذه الرؤيا، لأنه رأى أن التعبير يعني أمره صعب، فاستدرك فقال: لا، يعني حتى أكون دقيقا بشكل أكبر أو أوضح، أريد، يعني رأيت في الرؤيا أنني أخرجت، يعني أرغمت، لم أخرج إلى الشمس من الظل باختياري، إنني أخرجت من الظل إلى الشمس. قال سعيد: تكره على الكفر؟ قال هذا الرائي، قال: فأسرت وأكرهت على الكفر، ثم رجع، أي رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فكان يخبر بهذا في المدينة النبوية. أيضا عن عمران بن عبد الله قال: رؤي الحسن بن علي، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: رؤي الحسن بن علي كأن بين عينيه، يعني في المنام، كأن بين عينيه مكتوب: قل هو الله أحد. فاستبشر به أهل بيته بهذه الرؤيا، فقصوها على سعيد بن المسيب ليعبرها لهم، فقال: إن صدقت رؤياه فقلما بقي من أجله فمات بعد أيام. قال: هذه الرؤيا دليل على قرب أجله، ووقع ذلك لأن الرؤيا تكون على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، فعبرها سعيد ووافق تعبيره الصواب فوقعت، وكل ذلك بتقدير الله طبعا، ليس يعني شيء سابق لأجل الله تبارك وتعالى، ولكنها بتقدير الله، والله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه. كذلك عن شريك بن أبي نمير قال: قلت بن المسيب: رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي ثم دفنتها. فقال ابن المسيب: إن صدقت رؤياك دفنت أسنانك من أهل بيتك. أسنانك يعني الذين يقاربونك في السن، دفنت أسنانك من أهل بيتك، إلى غير ذلك حقيقة مما جاء في تعبير الرؤى عنه عليه رحمة الله رحمة واسعة. نختم أيها الأخوة بذكر هذا الموقف المشهور جدا الذي تناقله أهل السير والتواريخ والتراجم، وقلما، لا أظن أنك إذا قرأت كتابا من كتب السير والتراجم التي ترجمت لهذا الإمام الكبير إلا ويذكرون هذا الموقف الذي سأذكره لكم الآن، وهو موقف عظيم فيه من الفوائد والمنافع الاجتماعية والتربوية والإيمانية الشيء الكثير. كان لسعيد بن المسيب ابنته كانت من أجمل الناس رحمها الله، وكانت في الوقت ذاته من أفقه عباد الله عز وجل وأعلمهم بحديث سعيد بن المسيب. هذه البنت طلبها الخليفة عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك، طلبها الخليفة لما سمع من شهرتها وديانتها وجمالها وصلاحها، يكفيها أن أبوها هو سيد التابعين بلا منازع.
فطلب هذا الخليفة لابنه، وجاءه الرسول، رسول الخليفة، إلى سعيد بن المسيب يطرق عليه الباب، فخرج عليه سعيد فقال نعم، عرف أنه رسول الخليفة. قال يا سعيد أبشر بخير يوم ولدتك أمك، لقد جاءتك الدنيا بحذافيرها، ها هو الخليفة يطلب ابنتك زوجة لابنه. فرفض سعيد رحمه الله، وكان له موقف يعني متشدد من هؤلاء الخلفاء من بني مروان وأبنائه، نظرا لما وقع منهم من الظلم على عباد الله عز وجل، وقد أصابه من ظلمهم، فقد كما ذكرت لكم في ثنايا الكلام قد جلد من جراء إنكاره عليهم. المهم رفض أن يزوج ابنته لابن الخليفة، فقال له هذا الرسول يا أبا محمد جاءتك الدنيا بحذافيرها. فقال له هذا الإمام الفقيه، قال يا هذا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء، فماذا عسى هذا الخليفة أن يعطيني من هذا الجناح؟ يعني الدنيا بذهبها وكنوزها وقصورها وأنهارها وملذاتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. طيب إذن هذا الخليفة لن يملك الدنيا كلها، لن يملك جناح البعوضة، فماذا عساه أن يعطيني من هذا الجناح؟ هكذا كان ينظر إلى هذه الدنيا وحقارتها، لذلك هانت عليهم هذه الدنيا رحمة الله عليهم، كما قال الأول إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. المهم رد هذا الرسول وقال يلا، ليس عندنا بنات للزواج. بعد أيام، وكانت طبعا حلقة سعيد بن المسيب يحضرها العشرات إن لم نقل المئات من طلبة العلم والحديث، وكان من أخص طلبته رجل يدعى بابن أبي وداعة، شاب فقير قليل ذات اليد، ولكنه كان من الصالحين المخلصين، نحسبه ولا نزكيه على الله. فتفقده سعيد في حلقة العلم فلم يجده، سأل عنه فقالوا هو في بيته، ذهب إليه سعيد بن المسيب وقال أين أنت يا ابن أبي وداعة، قد افتقدناك في حلقتنا. فقال ابن أبي وداعة، قال يا أبا محمد قد توفيت زوجتي وشغلت في تجهيزها وجنازتها ودفنها إلى آخره. فقال وهل تزوجت؟ قال رحمك الله يا أبا محمد، ومن الذي يقبل أن يزوج فقيرا مثلي؟ قال أنا أزوجك. يقول ذلك سعيد بن المسيب، قال أنا أزوجك ابنتي. قال هذا ابن أبي وداع وكأنه لم يصدق، قال وتفعل؟ قال أجل وأفعل. ثم ما كان منه رحمه الله إلا أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعقد قران ابنته على هذا الطالب الفقير مباشرة دون أدنى تكلف. ثم انصرف سعيد بن المسيب. طبعا هذا الرجل جالس كأنه في حلم، يصدق لا يصدق، هكذا في لحظات، هذا حتى زواج المسيار ما يصير بالسرعة هذه. فجلس وهو يعني في غمرة الفرح والنشوة. بعد أذان العشاء إذ به يسمع طارقا يطرق بابه، هذا ابن أبي وداعة. قال قلت من؟ قال سعيد. قال ابن أبي وداعة فذكرت كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه من أخص طلبتي، يعرف أن سعيد بن المسيب لا يسمع الأذان وهو خارج المسجد، وربما هذه الصلاة الوحيدة المستثناة طيلة 30 سنة. قال فخطر في بالي وفي ذهني في ثيني كل سعيد في المدينة إلا سعيد المسيب.
ففتحت الباب وإذا به سعيد بن المسيب. قلت: ما الذي جاء بك يرحمك الله؟ قال: ذكرت أنك قد تأهلت أي تزوجت، فكرهت أن تبيت هذه الليلة عزبا، وإذا بابنته الصالحة خلف ظهره. قال: ثم دفعها إلي وقال: خذ بارك الله لكما. لا شك أن هذا موقف عظيم ودرس لمعاشر الآباء والأمهات الذين أرهقوا الشباب في طلبات الزواج حتى جعلوهم يعزفون عن الزواج مبكرا أو عن الزواج من بلات البلد، عندما يأتي بلستة وقائمة طويلة: أبي بيت بروحها، أبيها تشتغل، تكمل دراستها، راتبها الكثر، مصرفها الكثر، يعزف كثير من الشباب. بل انظر إلى هذا الإمام الكبير الذي رفض قبل أيام قليلة أن يزوج ابنته لابن الخليفة، ثم يزفها بنفسه إلى أحد تلامذته الفقراء. يقول ابن أبي وداعة، يقول: عندما دفع سعيد ابنته أي زوجتي إلي وأغلق الباب علينا، ما كان من هذه البنت الحيية الصالحة أن سقطت على الأرض، يعني من هول المفاجأة، لحظات تختلي بزوج وبرجل معها. يقول: فأسقط في يدي، ماذا أفعل وقد هيأت طعاما لي، لأنه كان صائما، لأن الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين. قال: فقمت ورفعت طعامي المتواضع وتركتها، ثم رقيت على جدار بيتي وحصبت جيراني بالحصى ليأتون مسرعين، ليأتوا مسرعين ليتصرفوا في هذا الموقف. وكانت أمه عجوزا كبيرة، فأتى الجيران مسرعين إلى أمه وأخبروها بأنه قد زفت إليه عروسه، فأقسمت عليه أمه ألا يقربها ثلاثا حتى تهيئها له، وبالفعل اعتزلها 3 أيام حتى هيئت وطيبت وأصبحت عروسا، ثم زفت إليه. بعد 3 أيام مكث معها شهرا كاملا ولم يذهب لحلقة سعيد بن المسيب ابن أبي وداعة. وجدها امرأة صالحة صوامة قوامة من أجمل النساء. ثم عندما أتى وأراد أن يخرج بعد مضي شهر كامل مع زوجته، طبعا شهر كامل يصلي الجماعة، مو ما يصلي الجماعة لكن ما يذهب إلى حلقة سعيد بن المسيب، بعد أن أراد أن يخرج فقالت له زوجه: إلى أين؟ فقال: إلى حلقة سعيد. فقالت: اجلس أعلمك علم سعيد. ثم خرج بعد أيام إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، وجلس في حلقة سعيد بن المسيب بعد انقطاع دام شهرا كاملا. يقول ابن أبي وداعة: فأتيت حلقة سعيد فسلمت عليه، فرد علي السلام، قال: ولم يكلمني، لأن في المجلس طلب كثر فلم يكلمني، جلس الأمر كأنه طبيعي وكمل الدرس. قال: ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، انتهى المجلس الحديث والعلم، انصرف الطلبة، لم يبقى أحد إلا ابن أبي وداعة وعمه سعيد ابن المسيب. فلما لم يبقى غيري قال سعيد: ما حال ذلك الإنسان، يقصد بالإنسان ابنته، ما حال ذلك الإنسان؟ قال ابن أبي وداعة: قلت: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. فقال سعيد رحمه الله: قال: إن رابك شيء فالعصا، يعني يقول إذا رأيت شيئا تنكره أو شيئا تحزنه فكن حازما. قال: إن رابك شيء فالعصا. قال: فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم. يعني هو يعلم
أن زوج ابنته شخص فقير مسكين قليل الحاجة قليل ذات اليد، فأيضا بعث إليه بعشرين درهم، وكان هو يعني ممن وسع الله عليهم رحمة واسعة. أتته الوفاة أيها الأحباب الكرام، هذا الإمام الكبير بعد أن مرض وعانى المرض لفترة طويلة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أن لكل أمر انقضاء ولكل شيء انتهاء، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عن عبد الرحمن بن حرملة وهو من طلبة سعيد بن مسيب يقول: دخلت على سعيد بن مسيب وهو شديد المرض، وهو يصلي الظهر وهو مستلق لم يستطع أن يقوم، كان مستلق يومئ إيماء، فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها. توفي رحمه الله رحمة واسعة بالمدينة وله أو سنة 94 في خلافة الوليد ابن عبد الملك، وهو ابن 75 سنة عليه رحمة الله، ويقال لهذه السنة التي توفي فيها هذا الإمام الكبير سعيد بن مسيب يقال عنها سنة الفقهاء، لكثرة من مات فيها من أهل العلم والفقه الذين كان من جملتهم إمامهم وسيدهم وأفقههم هذا الإمام الكبير أبو محمد سعيد بن مسيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ونجمعنا في جنات النعيم به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غدا لن يكون هناك درس، عندي درس في الخارج، نلتقي إن شاء الله تعالى بعد غد إن كان في عمر بقية مع إمام آخر ومع سير أعلام الهدى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.